مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. هذه هي متعه كره القدم، الاجواء المشتعله في المدرجات. كل شخص يتمنى ان يكون من بين هؤلاء المشجعين، ان يكون جزء من هذا الجنون. اين انتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الاجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. لمسة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. رأسية مذهلة، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. يلعبها لمنطقة الخطر، يبحث عن المهاجم. هجمة مرتدة الآن، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يمر ويلعب كرة بينية. قد تكون هذه فرصته، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. كرة طولية من الحارس، يحاول أن يلعب كرة انفراد. ارتدت الكرة من العارضة، كرة تمر بسلام على المدافعين. والكرة العرضية، تصرف بشكل جيد، نجح في ابعاد الكرة تحت الضغط. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. الجزائر سيطرة كاملة على الشوط الأول، لكن بدون فاعلية حقيقية. فرص بالجملة ضاعت، هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون. يسدد الكرة، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى، كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. الجزائر يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم وسحب. إمكانية مرتدة الآن، يلعب كرة بينية. الكرة في المرمى، جول. لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. تمريرة بينية،
الكرة إلى الأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. كرة كانت صعبة بالتأكيد، يدرك جيدا أنه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. وصلت إليه، يحاول تمريرها من بين المدافعين، تسديدة في اتجاه المرمى، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد، بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب، الدفع بلاعبين في وقت واحد، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. لمسة داخل منطقة الجزاء وتسلل آخر. يستعيد الكرة بسرعة، يبعدونها، تغيير جميل للعب. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. خلص الكرة، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. يسيطر على الكرة،